لا لا سهام خير، واش كاين؟ والو، شفت كشمار؟ ايه هذا كشمار يا ربي، ما تكونيش زعما حسيتي بلي عمتك ماتت؟ وشنو؟ ايه سهام، بركة فيك عمتك الله يرحمها. هادي زارو تما؟ ايه خلينا في السبيطار كي جينا جايين. كان قاعد يصبر في هاديك الطفلة اللي اسمها ايلي، ما حبش يخليها وحدها في هاديك الحالة. يما يما تعيشي، ما تخلينيش يما. قتلتها. يما 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 يما، أنا كيفاش حتى جيت هنا؟ لازم نروح ليما، راهي تستنى فيا. خير سهام، واش سحقي؟ واش راك دير عند هذيك اللي ما تسواش؟ شوف يا تسقمي، هضرت كي نكوبي لك في وجهك. وانت تاني يا تجي عندي الدرك يا نحكي كلش البابا، فهمت؟ كيفاش انت تهضر معايا هكذا؟ ما تحسبش يا خي، على بالك بهذا الشيء من الاول، ودوك مانيش فارغ شغل. إلي فراهي مسحقتني. بصح انا تاني راني محتاجتك، ولا نسيت بلاني مرتك؟ يما رايحه لعندي يما. إليف إليف حبسي، وين راكي رايحه؟ هاد الزواج كامل كانت تمسخير في تمسخير، علاش ما راكيش حابه تفهمي؟ معليش يا سي عزيز، ماشي حاب تجي لعندي ياك؟ خلاص انا نجي لعندك. سهام بالك تجي. الو راكي تسمعي فيا؟ راني نبهتك. الو، مع من كنت تهدر؟ الا ما راكش ناوي تحبس هاد التمسخره انا حبسو. تشوفوا واش راح ندير فيكم يا الكلاب. معيمة، كنت نهضر معيمة. وراكي رايحه في هاد الوقت؟ راني رايحه عندي ما قدرتش. لا لا إليف، وشنو هاد الهضره؟ واش راح ديري تماك؟ ما نقدرش إليف. عزيز ربي يخليك، خليني نروح. مهبوله انت، خليك تروحي في هاد الحاله وحدك. إليف حاجه وحده برك تقدري ديريها دركا هي تدعي لها. ما تقدري دير لها والو غير تقراي لها القران وتدعي لها. عندك الحق سهيله، انا نحبها وتوحشتها، ما قدرتش، حبيت نكون معاها دما كان. بصح عندك الحق، كي نروح لعندها وش راح ندير لها؟ ما نقدر غير نصدق عليها ولا ندعي لها كي نصلي. ايه دوك نشوفوا لالا إليف كي تعرف واش صرا اذا جيت تهضر معايا هكذا يا سي عزيز. لا لا لا، البنات خلاص انا نروح نتوضى ونجي. معليش احنا اصلا كملنا حتى لدوك 4 اجزاء، وان شاء الله منا الصبح نكونوا كملنا كلش. Thank you.
واش تكوني له الجنرال خضرت؟ بعد شري له واحد كيما هذا يكون ليه. علاش هكا ديري فيا هكذا؟ انت علاش هكا تهربي مني؟ يعيشك وريلي وجهك، خليني نشوفك غير مرة واحدة. يعيشك يا يما. يما يما افتحي الباب يعيشك، ما تديريش فيا هكذا. يما افتحي لي الباب يعيشك، ما يهمني في هاد الحياة حتى واحد، ما بقى لي في هاد الدنيا حتى واحد غيرك انت يا يما. لو كان كاش واحد دالك بنتك وحرمكم من بعد ومن بعد بنتك تعرف الصح، ما كنتش تمنيت حوسة عليك. ايه صح، هذا هو الشيء اللي راني متمنياته انا. لانا يا ربي صبرني يا ربي العزيز وقدرني وارحم يما برحمتك يا ارحم الراحمين، واغفر لها كامل ذنوبها يا ربي. واش جابك لهنا؟ واش تحقي عندي؟ انت اللي تسقسي روحك واش دير هنا؟ طار هنا وطار لهيك ها؟ على بالك حنا نسكت لك على هاد التمسخ اللي راك دير فيه؟ سهام بلعي فمك، لو كانت سمع إليف منك كلمة واحدة راح تخلصيها غالية. اطلق يدي. اليوم راح نحكي لك كاع واش صرا، فهمت؟ اخزري فيا، إليف ما راح تسمع والو، ولا والله ما تزيدي تشوفي وجهي، وكل شي بيناتنا راح يحبس هنا وانسي تزيدي تشوفي وجهي، فهمتي؟ مالا هاد الليله تجي معايا للدار، فهمت؟ ولا والله غير نحكي لها كلش. واش كاين؟ واش راكي ديري هنا؟ كاين واحد الحاجه كان لازم عليا نهضرها اليوم مع عزيز، على بها جيت. ايه هو شنو هاد الحاجه؟ خلاص راني جاي. جيت ندي عزيز. جيتي تدي عزيز؟ خلاص قلت لك راني جاي، ما تكثريش الهضره. واش راكي ديري هنا في نص الليل؟ طاطا جنار راهي مقلقه بزاف على عزيز، كيما على بالكم باباه ما كاش في الدار.
عيطت لها عزيز بصح قالها ما نقدرش نجي، مسكينه قاعده تحل الغرفيه غير باش نجيب لها عزيز. حالا بها جيت. عزيز روح راني مليحه. بصح عزيز خلاص روح راني مليحه، حتى يماك راهي محتاجاتك. احمد ربي اللي راهي عايشه وما زالت تقدر تعنقها. انا نتاع وجهي وراني ندمانه بزاف على فراقها. إليف خلاص واش صرا صرا، بصح يقعدوا دايما والديك اللي رباوك وتعبوا عليك عزيز، لازم تقدرهم وتعرف قيمتهم. معليش مالا غير رقدي وريحي روحك، مانيش حاب نقعد نقلق عليك. معليش. دركا روح وغدوة نتلاقاو في الجنازة إن شاء الله. صباحي بخير. والله غير تخلصيها غالية يا سهام، تشوفي واش راح ندير فيك. ودرك شفت كيفاش خليتك تولي للدار. ما رانيش مرتاحه للروحه ديالو هادي، خطر على بالي سهام ما تجيش هنا على حاجه كيما هادي. بالك صحي ما تقلقت عليه، غدوه صباح ان شاء الله يكون عندك. ان شاء الله. سهام روح نشرب الماء ونجي. معليش دي هادو معك للبيت. معليش. طبي مزور. ما نعرف حتى واحد يعرف شكون دارها. خلي القضية ضد مجهول، ما تخلو حتى حاجة موراكم، مفهوم؟ إليف هدارهم حول على إليف ويكون كشمرهم وجد لها. أنا لازم عليا تكون قل هشام. بابا. سهام خير، وين كنتي بنتي؟ دق خضر وكي جا عزيز خرجت نحوس معاه شوية. وانت واش راهم سهرك حتى لدرك؟ والو،
ما جانيش رقاد، قلت ندور شويه في الدار. وعزيز وين راهو؟ راه في الكوزينه يشرب الماء. خلاص دوك نسخن لك كاس حليب تشربه وترقد. ايه ارواحي. عزيز مس الخير حضرات. مس الخير. الحليب هيا انتم تاني روحوا ترقدوا. هيا عزيز فهمني الوقتاش نقعدوا نلعبوا في هاد اللعبه والوقتاش تقعد مخبي زواجنا هكذا على إليف؟ وقتاش حتقول لها كل حاجه في وقتها؟ ما تخلقيش. شو كدير عزيز؟ وانت في بالك وشنو سهام؟ راني رايح نرقد في الصالون. علاش كدير فيا هكذا عزيز؟ علاش ديما تزعفني؟ علاش واقيل ما راكيش حابه تفهمي؟ حنا عمرنا ما راح نكونوا راجل ومرتو. انا نحب إليف كتر من روحي وراح نبقى نحبها حتى نموت. مادا بيك تفهمي هاد الشي خير لك. نعم عزيز خويا هشام، على بالك بلي ما وليتش نقدر نخرج، بصح بالي راهو عند إليف. معليش تعسى ربي يعيشك، راني بزاف خايف عليها كش ما يصرى لها. ما تقلقش روحك، راني نتبع في هذاك الراجل، لو كان بك تقدر تعرف لي معاه من راهو يهدر ونندب براسي. سهله بزاف عليا. خلاص هشام دوك نشوف كيفاش نقدر نجيب لك كلش، بصح رد بالك ما تخليهاش تحس بك، راهي بزاف حزينه على يماها، مانيش حاب نزيد نقلقها اكثر من هكذا. ماشي مشكل، راح نعسها وبلا ما نخليها تحس بيا، ما تقلقش. هيا ومن بعد على ربي ان شاء الله. سهام وين راه؟ راك تسمعي فيا؟ اسمح لي. جيبي لي تليفوني من الفوق. نعم حضرات. Thank you.
تفضل. جيبي. وين راهو عزيز؟ ها؟ ماشي قلت لك بلي لازم كل صباح يقعد يتقهوى معنا؟ ها؟ روح عيطي له. آه عزيز، أروح. صباح الخير. صباح الخير. قدرت مانيش قادر نفهمك، ما راك حابنا نقولو حتى لواحد؟ لا لا، راح نديرو جنازة صغيرة غير حنا بيناتنا في الدار. ايه بصح ماشي لازم نعلقو الخبر في لافاك. هلا يرحم بابك، برك انا مع هاد بوليتيك دركا، مانيش قادر على هاد الغاشي والبكا والنداب والمشاكل هادو. خلاص خلاص. عزيز، سهام راهي واجدة؟ ايه واجدة. واش من جبانة راح ندفنو مدام رنا؟ غير نلحقو لتما تعرف. راهو ميت بالخوف، خطر على باله بلي إليف ما راحش تسكت، وعلى باله بلي راح تفضح كلش. راني حابة نهضر معاك يا صحفي من عندكم. حبيت نحكي لكم على الأستاذة رانا كريم، جامعة اسطنبول المركزية. الأستاذة رانا توفات البارح في الليل في سبيطار اسطنبول العسكري، وراني حابة نفضح حوايج بزاف على موتها. خلاص راني نستنى. جينا ندو المرحومة اللي اسمها رانا كاراي. راهي هنا. نروح نجيب تاكسي. صبري صبري. هيا إليف، هيا والبنات.
خويا راني مراهم خطوه بخطوه، ما تخافش اذا كاش مصرى راني نقول لك كل شيء. جوا يا جرو جرو غاول شعل الكاميرا. واش راهم يديروا هادو هنا؟ شكون اللي قال له؟ سيد قدرت معليش تسرعي. على باليش راني حيره معليش تفهمنا واش صرا. تقدر تقولنا كيفاش مات؟ معليش تصرح صغير، انت اللي قتلتي يما. معليش تفهمنا واش صرا. شكون هاد الطفله؟ صورها وزيد تحضر الجنازه ديالها. دقيقه تبان لي كاين مشكل بينك. واش راك دير هنايا القتال؟ روح منا. سيد قدرت معليش تحبط الثقه. ايه سوق واش كاين؟ عبالك راح نخاف منك واقيل؟ حياتك كامل وانت تعذب فيها، خليها تريح في هذا النهار. إليف بعدي منا. حضارات ما تسمعش غادي يقول لك سوق. معليش نهضروا شويه. هاي احكي لهم تشوف هادي واش راهي تقول. سي قدرت وعش بالصحافه. كيفاش هدت بابا وبعثتو للخارج؟ وكيفاش قلت لهم بلي راني ميته ورحت عطيتني العائله واحده اخرى؟ وزيد قول لهم كيفاش قتلت اختك بيدك بلا رحمه. صح واش راكي تقولي؟ يما واش كندنبها غير كي حبت واحد مدين لهالدرجه؟ ما تخافش ربي لهالدرجه. هيا سوق طوموبيل ودخل فيها وكرزيها. معليش تسمع. سي قدرت ليك بعدي مالا لازم انت تاني تخاف مني؟ ولازم تعرف بلي نحب يما وبابا وربي سبحانه بزاف. خليني. معليش تهضري معنا عزيز. معليش تفهمنا واش كاين؟ معليش تسرع. شنو صاير هنا؟ الجنرال قدرت صح قتل اختو. معليش تفهمنا علاش راهي تقول هكذا؟ قول لنا صح الجنرال قدرت قتل اختو مدام رانا؟ ما تقدرش تاكد لنا هذا الخبر ولا تنفيه حدا؟ صح واش راهي تقول؟ هشام كجديد قدرت توصل كش حاجه من النيميروات. عزيز عندي لك خبر ما يفرحش، واحد من النيميروات ظهر تاع واحد واسمه شكري توك، وكي حوست عليه لقيتو واحد قتال كبير وتاع حباس. خلاص تعيشوا خلوني. وفي كل مره يسلك روحه بصح ان شاء الله نصيبه. هشام لازم علينا نلقاوه بالخف. كيما راك تشوف مانيش قادر نهرب من الجنرال قدرت، حوس عليه انت. خلاص ما تقلقش روحك، انا دوك نجبدو. يطيح في يدي يطيح. سمحوا لنا. ما تقدروش دنا اكثر من هكذا. كيفاش هادي ما نقدروش؟ هاي بعدوا علينا. شوفوا هادي يما ما عندكمش الحق ديروا لي هكذا. علاش انا حابه نودعها برك؟ حبيت برك نشوف يما ونبقيها بخير. جنرال هو اللي قال لنا هكذا، ممنوع تجوزي وانتي بالحجاب. علاش الجبانه مكتوبه على باباه؟ يا اخي تاع الشعب كامل، حتى هذوك المتبرجات اللي راهم معاه غطاو شعرهم كي جاوا هنا. سهيله مازال ما فهمتيش، هادو مشكلتهم ماشي مع الحجاب، معانا احنا. تعيشوا دقيقه، واش بكم قلوبكم حجر ما تحسوش؟ هادي يما اللي راهم يدفنوا فيها، علاش راكم ديروا هكذا؟ يما خلوني نودع يما. حضرت نحل هذا المشكل. لا خلي العسكري يفريوها. وانت تاني خفلنا شويه يدك. خلاص هذه يما. الله يرحمها. الله يجعل من ثواها الجنه ان شاء الله. الله يرحمها. إليف ما تخليهمش يشوفوك تبكي. يماك تحبك دايما تكوني واقفة على روحك، على بها ما لازمش تباني قدامهم ضعيفة. عزيز نتلاقوا في الدار يما. عزيز وراه رايح؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم.
لو كان قعدتي في الجشرة ديالك وما جيتيش لهنا يماك مازال عايشة وما ماتتش. انت هو اللي قتلت يما ماشي انا. حياتك كامل وانت تعذب فيها مسكينة، ودرك ما تجيش تحصل فيها كلش باش تهني روحك. انت هو اللي قتلت اختك. شوفي لو كنت قعدتي تهضري في هذه الهضره راح نولي قتلت بنت اختي تاني. ربي هو اللي عطالي هذه الروح، وهو برك اللي يقدر ينحيها لي. كي الحق الاجل انت راح تكون سبه برك. ما تستهليش نوسخ اسمي على جالك. علاش حتى نشقي روحي على بالك بلي انا اللي راح نربح في الاخر؟ ما تفرحش بزاف، خطر اللي يدير الشر عمره ما يشوف الربح. هشام انا لازم عليا نروح لعندهم. بصح دايما نسقسي روحي، زعما علاش راك تظلم وتعذب في الناس لهذه الدرجه؟ على جال خدمتك حاب تطلع في القراد؟ حضرات عزيز غير روح منا. ماشي محتم عليا نوقف هنا باش نحكي لك تاريخ عمر قرون، بصح لازم تعرفي بلي احنا موالين هاد البلاد تاع الصح. بكلمة واحدة نقتلوا الناس، وبكلمة منا نسمحوا لهم يعيشوا. تسمى الناس اللي كيما انتم احنا اللي نحدوا لهم شحال راح يعيشوا في هاد البلاد. معنتها النظام ديالنا صعيب واحدة كيما انت جاية من الجشرة وما شايفة والو وجاهلة تقدر تفهمه. وانا قريب درك نشوفو كي غطوك بالكفن ومكسل في القبر كيما يما اللي راهي اختك، وكي تولي انت راقد تحت التراب تماك راح تصيب روحك حاصل مع ميات روح في رقبتك. بصح الله غالب، الناس اللي كيما انت صعيب يفهموا واش راني نهدر. عزيز هذا هو. رد بالك على إلي فاني جاي. انتي يمات انتي اه؟ كيفاش تكون يمات وليدك يبهدلني ومرمدني قدامك هكذا على جال وحده كيما هذيك بلا ما تقولي والو؟ ما على باليش اذا هذا الشيء يهمك بصح راني بتجب وليد وليدك. خلاص بركاي خلاص، هدني روحك شويه، هدني روحك، خدمي عقلك شويه. علاش كش ما خليتوني عقل؟ هبلتوني خرجتوني من عقلي. خطر انتي ما على بالك شحال اللي نتعذب ملي تزوج بوليدك، وليت كل يوم نخرج في المصاص اللي راني نحوس على رجلي. وانتي واش راكي ديري؟ والو والو. اخذ ريفيا، رجلي راهو مرمي في الحبس على جال هذيك الطفله، وبسبتها حبي يسلك عزيز منها. ما لا عرفي واش تهضري، وبالك تزيدي تقولي لي ماني ندير والو على جالهم، فهمتي؟ عندي عفسه في راسي. وشنو هي؟ بصح ما نقدرش نديرها وحدي، لازم انتي تعاونيني. وانا نشوف كيفاش نقنع بابا باش يخرج راتك من الحبس وهكا يفر المشكل ديالك. وين راك هارب؟ اروح. راني نقولك حبس. لا
والله ما قدرت نشدو يا هشام، هرب لي. نعم دكتور. وين راهو الدوسي تاع هاد المرض؟ هاد المريضة جات البارح في الليل، وهذا وين سجلناها. تفضل. انت درت لها العملية؟ ايه دكتور، دارت تحدث خطير وصرا لنا نزيف قريب ماتت. والدار كيفاش راهي؟ اليوم راهي خير من البارح. ما تخلوهاش هنا، طلعوها للفوق مع الاخرين كيما تحب دكتور. صح، عطاو لهم اذن من الاتحاد الاوروبي. وقتاش راح تبدا القرايه في الجامعات؟ غدوه. مليح. مالا هذيك هي، لازم نبداو نوجدو. انا اصلا راني قريب نجي نزوركم باش نهضروا عليها مليح. ايه ايه، ابقى على خير. خير قضيتوش من اذن هذا؟ الاتحاد الاوروبي سمح للمحجبات باش يدخلوا يقراو. وشنو؟ صح، كيفاش راك مريح هكذا بلا ما دير والو؟ لا لا زيد قاعد تهضر وانت فرحان. هلا، ما يهمناش كيفاش خرج القرار تاعهم، المهم كيفاش نفذوا هاد القرار. واش حبيت تقول؟ حبيت نقول لازم تعرفي بلي حنا راح نوجدوا لهم واحد العفسه تخليهم ينتبهوا على النهار اللي دخلوا فيه يقراو. على بالكم ناس في اوروبا راهم يخزروا فينا من البعيد برك، على بها ما راهمش فاهمين واش راهو صاري. ورانا وصلنا لواحد الرجل اسمه شكري توك، قتال كبير، شفتو في الدبانة اليوم، تبعتو كنت قريب نحكمو بصح خسارة هرب لي على شعره. على بها انا وصيت هشام باش يرد باله دايما على إليف. الو عزيز، اسمعيني، ديروا سبب كاش حاجه وخرجوا دوك. بصح ما عندناش بزاف ملي لحقنا، جينا باش نعزيوهم. سهام كيما قلت لك دكتور في روحك انت ويما وتخرجوا من عندهم دوكا ياك. يا ربي وش بيها؟ عزيز روح زرب. عزيز وليدي روح عاوني تعيش، غاول خلينا ندوها للطبيب، راني خايفه على البيبي. عزيز لمحان خليها ليك تحكي.